بحث وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي مع وزير البترول كريم بدوي عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك. تناول الاجتماع عددا من الموضوعات ومنها خطة عمل وزارة قطاع الأعمال العام والجهود الجارية لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية والخامات التعدينية المتوفرة لدى الشركات التابعة لها، والعمل على رفع درجة تركيز ونقاوة المواد الخام وزيادة القيمة المضافة من خلال بعض العمليات التصنيعية، بالإضافة إلى الخطوات والإجراءات الجارية في مجال التحول الطاقي والاقتصادي الأخضر وخفض الانبعاثات. يأتي هذا اللقاء في إطار تكامل الجهود الوطنية والتنسيق المشترك بين الوزارات لتحقيق المستهدفات المرجوة ودعم مسيرة البناء والتنمية والإصلاح في الجمهورية الجديدة.